شو رايك عبد الله؟ يعني شو رايك حصان يقول وي 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 نفس الحريم ملوتو؟ لا انا يمكن قلت له لكل حصان كبوه، ومو غلط ان انت يمكن تشوف العمل هذا يعني خطوه مثلا مو ناجحه، بس ممكن مثل ما قلت انت هي ناجحه مثلا بلبنان، ناجحه بمصر، فيعني لها جمهورها فحبوها يمكن. فيعني اختلاف العادات والتقاليد والنمط. أيوة الفشل أنا ما أقول فشل، لكن أنا ندمان ذاتيا عليها. صورة حطيت نفسك في صورة، تصرف أنت تصرف كان لازم ما أتصرف فأكون أفضل منه. بس ممكن تكرر تجربة أنك بشكل أفضل أمسح أخطائي المرة هذه وأشتغل بشكل أقوى على أساس أحسن.